السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نشرة الأخبار من قناة النصر 24 نبدأها بالعناوين. أهلا بكم. شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل النهوض بالبرامج التنموية المنشودة. عضو مجلس السيادة بالسودان رجاء نيكولا تشهد تسليم معدات زراعية بتمويل من مملكة السويد دعما للقطاع الزراعي. اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي حظي بترحيب دولي وإقليمي واسع. الحراك اللبناني يستمر في أسبوعه الثالث بقية تنفيذ مطالبهم. أهلا بكم وإلى تفاصيل النشرة. شراكة فاعلة ومفاوضات متواصلة بين الحكومة وعدد من الشركات وأرباب العمل أكدوا خلال اجتماعه مع وزير رئاسة الجمهورية كالزوبي باهيمي دبي على ضرورة طرح المشكلات التي تعترض سير العمل وإيجاد حلول لها حتى تسهم في دفع التنمية الاقتصادية بتشاد. كلام في ده نجيب الحكومة نقول نهجو بعد هجينا ده كله يجيب ده كله كلام ده كله يجيب كلام ده يجا يعني كويس نقول الثقة أيوة كله الثقة عشان نقول السوليشن عشان انتربريز ده كله يخدمه ما يموتوا والحكومة كل ما يعني انتربريز يجيب لهم قروش أبونا ده ده كله بقى يجيب الأغلب أنا ما تقوله. تحت رعاية رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو تسليم المشروع الخاص بفتح مجال التقاط البرامج التلفزيونية عبر الأقمار الاصطناعية لصالح 10,000 قرية إفريقية من ضمنها 200 قرية بتشاد في إطار الشراكة القائمة بين تشاد وجمهورية الصين الشعبية. هذا وسلم المشروع لوزارة الإعلام من أجل مواصلة ما تبقى من عمل لتغطية أكبر عدد ممكن من القرى بشبكات البث التلفزيونية. وزير الإعلام عمر يحيى حسين أشاد بالعلاقات الإفريقية الصينية في شتى المجالات وأن هذا المشروع سيسهم في تنفيذ برامج الوزارة بتنوير المواطنين بالمعلومات على الساحة المحلية والدولية. في الشأن السوداني جددت عضوتان مجلس السيادة رجاء نيكولا وعائشة موسى على أهمية الدور التي تطلع به المرأة في التعاطي مع قضايا الوطن، وتناولت عضوتان مجلس السيادة خلال لقائهما وفد منظمة ويستمينستر الديمقراطية برئاسة المدير الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا دينا ملهم تناولت عددا من الموضوعات المتعلقة بالمؤسسات في السودان خلال الفترة الانتقالية والاستعداد للمرحلة القادمة، إضافة إلى تعزيز دور المرأة في عملية الانتقال إلى مرحلة الديمقراطية. لقائنا اليوم مواضيع تتعلق بالرؤية للمؤسسات في السودان الانتقالية للمرحلة القادمة، وتمنا طبعا الجهود التي تقوم بها أعضاء المجلس السيادة الانتقالي في مجال الانتقال طبعا الديمقراطي، وبالإضافة إلى تعزيز دور المرأة ووضع المرأة في هذه المرحلة المهمة جدا في تاريخ السودان. وتم التشاور في كيفية تبادل الخبرات والتعاون مع مؤسستنا مع القياديات في المجلس الانتقالي، كما أيضا مع جميع المؤسسات الوطنية الموجودة في السودان حاليا. شهدت عضو مجلس السيادة الدكتورة رجاء نيكولا ووزير الزراعة بساحة الحرية شهدت تسليم معدات زراعية لولاية شمال وغربي وجنوب كردفان وسنار والنيل الأزرق، وذلك ضمن مشروعات الأمن والاستقرار المجتمعي الذي تنفذه مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بتمويل من مملكة السويد عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هذا وأكدت نيكولا أهمية المعدات لتعزيز وتطوير الزراعة مؤكدة عزم الحكومة للإصلاح والنهوض بالزراعة. كما تعلمون إن السودان يزخر بموارد زراعية هائلة تحتاج فقط إلى التمويل لاستغلالها بالصورة الأمثل، وإنما قدم اليوم سيساهم بالتأكيد في تطوير القطاع الزراعي في هذه الولايات، فإنه وبالرغم المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي وحاجته لإعادة تأهيل،
فإن حكومة الثورة عازمة على إصلاحه والنهوض به حتى يساهم في الاقتصاد السوداني والدخل القومي بما يتناسب مع الإمكانيات الزراعية الكبيرة التي يمتلكها السودان. الحضور الكريم، فإن مثل هذا العمل الذي تنفذه مفوضية نزع السلاح والتسريع وإعادة الدمج مع الشركاء يجد منا في مجلس السيادة كل التقدير والتشجيع والمساندة، ونتمنى أن تستمر هذه الشراكة لتوفير مزيد من الدعم الزراعي حتى يعمم هذا البرنامج على بقية ولايات السودان. أكد وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح على أهمية العلاقات الثنائية بين السودان وقطر وتعزيزها لما فيها مصلحة البلدين، وبحث وزير الثقافة والإعلام لدى لقائه سفير دولة قطر بالخرطوم السفير عبد الرحمن الكبيسي، بحث جملة من الموضوعات خاصة فيما يتعلق بمجالات الإعلام والسياحة من أجل التعاون المشترك. وفي سياق آخر، تناول وزير الثقافة والإعلام في لقائه السفير التونسي بالخرطوم الهاشم عجيلي، تناول سبل تعزيز التعاون الثقافي بين السودان وتونس، فيما أعلن السفير التونسي حرص بلاده لتعزيز سبل التواصل بين شعب البلدين. عالميا، حظي اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي بترحيب دولي وإقليمي، حيث أكدت السعودية مواصلة دعم استقرار اليمن، بينما أثنت الخارجيتان الأمريكية والبريطانية على الاتفاق ووصفتا الدور السعودي بالمؤسس للأمن والاستقرار في المنطقة. بينما تستمر الاحتجاجات في لبنان ضد الفساد في أسبوعها الثالث، دعا منظمو الحراك إلى التظاهر اليوم مع عدد من المؤسسات العامة، ووصفت تحركهم بأنه إقفال لطرق الفساد، هدف جديد للمحتجين في لبنان للضغط على الدولة بغية تنفيذ مطالبهم. وفي معقل حزب الله بعلبك أقيمت مسيرات شعبية، رفعت لافتات تندد بالفساد وتطالب بتشكيل حكومة من خارج السلطة. هذا ودعت الحكومة الأمريكية نظيراتها اللبنانية لاحترام حقوق المتظاهرين وأمنهم. وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية أن التظاهرات تعكس مطالب الشعب في الإصلاح والقضاء على الفساد. بدأت قوات تركية الروسية تسيير دوريات مشتركة شمال شرق سوريا تنفيذا لاتفاق سوتشي الذي وقعه الرئيسان التركي والروسي. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القوات الكردية لم تنسحب من المنطقة الآمنة بالرغم من الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. التفاهمات التركية الأمريكية حول المنطقة الآمنة ما زالت نقطة خلاف بين البلدين. وأوضح أردوغان أن الولايات المتحدة لا تزال تنفذ دوريات مشتركة مع وحدات حماية الشعب الكردي داخل سوريا، الأمر الذي يعد خرقا للاتفاق المبرم بين الطرفين. نهاية النشرة، أعود وأذكر بالعناوين. شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل النهوض بالبرامج التنموية المنشودة. عضو مجلس السيادة بالسودان رجاء نيكولا تشهد تسليم معدات زراعية بتمويل من مملكة السويد دعما للقطاع الزراعي. اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي حظي بترحيب دولي وإقليمي واسع. الحراك اللبناني يستمر في أسبوعه الثالث بقية تنفيذ مطالبهم. نهاية نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.